مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من قلب العاصمه الاقتصاديه للمملكه المغربيه مدينه الدار البيضاء، وبالضبط من منطقه عين السبع. هذه المنطقه الشعبيه الشهيره لف العاصمه الاقتصاديه وكذلك خارجها، منطقه اللي خرجت ناس، خرجت دكاتره، خرجت اساتذه، خرجت برلمانيين كذلك، سياسيين مشهورين ومعروفين، فنانين، لاعبين رياضيين في مختلف الرياضات، وكذلك ناس او شخصيات في مختلف المجالات. هذه المنطقه هذه كتعرف واحد السكينه والهدوء، الا انه هذا المصنع كما كتشوفوا المهمل، اللي الجدران ديالو مهترئه والحالة ديالو كارثية، للأسف أصبح مخبأ للمدمنين وللمتشردين ولمستهلكي المخدرات. يعني كما كتشوفوا، شوف شوف شوف، هو فين جا؟ في منطقة عين السبع دائما، نشوف الشراجم ديالو كله مسدودين، يعني هو مهمل ديال بصح، ربما تلقى سنوات باش ما بقى فيه حتى شي نشاط. الباب ديالو هو هذا، وعلى ما كيظهر ان الباب كان مسدود ربما بالياجور، شي واحد يهرسو ودخل. وكيف ما قلت لكم انه اليوم اصبح هذا المصنع مكان اختباء المتشردين والمستهلكي او يعني المدمنين على المخدرات بجميع او بشتى انواعها. اذا كيف ما كتبعوا معنا مشاهدي شوف تيفي، فهاد اللحظات حنا كنتمنوا ان شاء الله من السلطات الامنيه، يعني هذا هو المكان، يعني كاين هنا تراموي وهاد الطريق وهاد الشارع كيخرج للعربي الزاوي، كنتمنوا انهم يدخلوا رجال الامن بالدوريات ديالهم، وكذلك المسؤولين ديال منطقة عين السبع، انهم يدخلوا في اقرب وقت باش يسدوا هاد الوزين، لانه فيه فعلا كيشكل مشكل كبير الساكنة ديال عين السبع. يعني كيف ما قلت قبل انه غير المتشردين أولا كذلك الغرباء على هذه المنطقة هذه، اللي الناس ديالها معروفين، يعني ملي كتهضر عين السبع وكتكون في عين السبع راه كيعرفوا هذا واش كنت عين السبع ولا لا. كما كتشوفوا هذا الوزين اللي الحالة ديالو كتبين على أنه مهمل ديال بصح، ولكن ولاو كيستعملوه أولا كيستغلوه مشبوهين أغراضهم الخاصة، المسائل غير قانونية. إذا كيف ما تتبعوا مشاهدي قناة شوف تيفي، في هذه الأثناء دائما من قلب العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية ومن منطقة عين السبع، الحالة الكارثية ديال هاد الوزين أصبح مخبأ للمشبوهين والمستهلكي المخدرات.